في يده جهاز الكشف عن الألغام ومسبار خاص. يفحص خبراء المتفجرات بواسطة هذا الجهاز كل سنتيمتر من الأرض الواقعة بالقرب من جسر المشاة الخشبي. تجري إزالة الألغام في المنطقة بعمق 125 مترا على جانبي الجسر المدمر. بدأ العمل منذ أول أغسطس، حيث تعمل المجموعات يوميا، وسننهي في وقت قريب. لقد جرى بالفعل مسح مساحة تتجاوز الهكتار. عثر بالمجموع على 134 مقذوفة سلمت كلها إلى الجيش لتدميرها. عثر خلال اليوم الماضي وحده على 4 مقذوفات. يعثرون على الذخائر المختلفة بدءا من الرصاصات العادية والقنابل اليدوية وصولا إلى قذائف المدفعية المباشرة وقذائف الهاون. ما زال خبراء المتفجرات الأوكرانيون يعثرون حتى الآن على بقايا الذخائر وينقلونها للتخلص منها بعيدا عن قرية محطة لوهانسك. يعمل هنا ممثلو وزارة حالات الطوارئ التابعة لما يسمى بجمهورية لوهانسك الشعبية. تطهير المنطقة من الأجسام المتفجرة ضروري لمواصلة عمليات إصلاح جسر المشاة الخشبي، وقد اتفقت على ذلك مجموعة الاتصال الثلاثية خلال أحد اجتماعاتها في مينسك. مع مواصلة أعمال التطهير تغلق نقطة العبور يوميا قبل ساعتين من الوقت المعهود. بعد الساعة 6 مساء سمع حرس الحدود المناوبون على المعبر مرات عدة أصوات الانفجارات بالقرب من الجسر بعد إنهاء عملهم. نحن لا نعلم من وماذا فعل، حيث أن خبراءنا العاملين هناك ينقلون جميع المواد الخطيرة التي يعثرون عليها بعيدا عن المعبر. يقول حرس الحدود إن عبور نقطة التفتيش نهارا آمن تماما، حيث يمر أكثر من 10,000 شخص يومياً في كلا الاتجاهين. معظمهم يعرف عن عملية إزالة الألغام وينظرون إلى هذا الأمر بشكل عادي، وينتظرون بعد انتهاء خبراء المتفجرات من أعمالهم أن يتمكن الجانب الأوكراني من البدء في عمليات إصلاح الجسر الخشبي. يجب إزالة المتفجرات حتماً لأنها تنفجر بالناس وهناك حوادث مؤسفة. اعتاد الناس هنا على الذهاب للبحث عن الفطر، كنا نستريح في السابق هناك. يقولون اليوم إن كل المنطقة هنا وهناك ملغومة، وأعتقد أنه يجب التخلص بالطبع من كل هذا. كان يجب القيام بذلك منذ وقت بعيد لأتمكن من العبور بحرية بالسيارة، لا أن أتسلق منحدرات الخندق، أو حتى لأتمكن من السير بشكل طبيعي على الأقدام لنواصل العيش. من المقرر الانتهاء من عملية إزالة الألغام من المنطقة المحاذية لجسر المشاة الخشبي قريبا في المنطقة.